أرقام صادمة أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة مؤخراً، حيث قالت إن أكثر من 3 ملايين طفل سوري خارج إطار التعليم، وملايين آخرين كانوا ضحية العمل، وكثر لم يتلقوا رعاية صحية جيدة أو مسكناً لائقاً. ولكن ماذا يقول هؤلاء الصغار في اليوم العالمي للطفولة؟ أنه نحن سوريين صايرين أنه طفل صاير من أنه مصغر صاير جدا تربيته مش كويسة وما بيعيش طفولته، يعني بحس مثلا هو صغير صف أول تاني بحس حاله أنه هو صاير رجال وهيك، فيعني أنا بحب أنه يكون أنه لكل طفل أنه يرجع له طفولته. تغيرت نفسيتي، صارت نفسيتي جدا بشعة، يعني لما كنت صغيرة ما كنت أفهم شيء، لأنه أثرت علي بلد جديد وهيك، بس يعني هلا تحسنت، بس يعني أول كانت رهبة وهيك يعني. الطفلة جودي والتي تقيم في تركيا منذ سنوات تتلقى التعليم هنا، مثلها مثل نصف مليون طالب سوري آخر موزعين في أنحاء البلاد، في حين يضطر عدد منهم لترك المدرسة والعمل لإعالة أسرهم. موضوع التعليم خاصة الأطفال خاصة في تركيا، يعني تركيا يعني إلى حد ما موضوع التعليم استعاض عنه بموضوع العمل، خاصة الأسرة السورية هون عندنا في إسطنبول خاصة يعني استعاض عن التعليم بموضوع العمل، وهذا موضوع جدا خطير. يعني الطالب تم استبدال طفولته، تم استبدال تعليمه، تم استبدال كل حقوقه التعليمية والصحية وكذا وكذا إلى موضوع عمل، يعني أصبح الطفل بعمر 10 سنوات عامل. أجور زهيدة لا تتجاوز 150 دولارا في الشهر، هذا ما يتقاضاه الأطفال السوريون الذين يعملون في الورشات المهنية المختلفة في تركيا، وذلك حسب تقارير إعلامية. ورغم عدم شرعية عملهم إلا أن الكثيرين يغضون الطرف عن القانون الذي يجرم ذلك. ملايين الأطفال السوريين لم يعرفوا ما هو السلام أبداً، هذه كانت آخر تصريحات الأمم المتحدة، تصريحات ربما تختصر الكثير من الكلام في اليوم العالمي للطفولة الذي تحتفل به أصقاع الأرض قاطبة في شهر إبريل من كل عام. أروى الباشا، أورينت نيوز، إسطنبول.